معرفة التوحيد؟ لأنه قد يسألنا سائل يقول هل أنت موحد؟ تقول نعم. يقول ما هو التوحيد؟ تانيوم سپاری فیلمش توحیدن دراسه دات دوست دیکوش نپیوت فارش توحیده نیپاتیه در دوست دیم س سیت پرچیج میاتی. التوحید هو افراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبیه والالوهیه والاسماء والصفات. سریم توحیدت اشت ای اشت نیسیمی الله نزاتریم لاتی دن عذاریم دایتی دن امرت لاتل سیت اتی. نعم. فهذا معناه أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كده صار التوحيد ضاعت نتري كاتجاني. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. لوي فاري توحيد إيش توحيد الربوبية توحيد نشمري الله تز أزاتريم نزاتريم نتيء كده صار تاني سويم الله ما ذيفرت أتي. توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد أو بالعبادة، لا تصرف العبادة إلا لله. Pastaj lloji dytë i tauhidit është që ta njësojmë Allahun me veprat e robit, pra që robit mos veproj asnjë adhurim vetëm se t'i dedikoj atë vetëm Allahut dhe askujt tjetër. Tauhid al-asma'i was-sifati huwa ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'i was-sifati. Ndërsa tauhidi i emrave cilësive të Allahut është që ta njësojmë Allahun me emrat dhe cilësitë e tij të bukura. Bi an nuthbit lillahi subhanahu wa ta'ala kull ma athbat li nafsi wa athbat lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. كيا توحيد يا أمر سلسلة أشتة تعبهوي ما الله أتو سلسلة يا كفوها أي بيتس ذات يا مهوي ما أتو سلسلة أي كمهوا بيتس دوك مسح برجاسو الله ناتو سلسلة يا كم بهوا. والله أعلم. الله أدين مسمير.